السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميلاد من شركة بروج العقارية. نحن هنا في شركة بروج العقارية قررنا أن نسوي لكم سلسلة مقاطع لإبقائكم على اطلاع بالمستجدات الداخل التركي، منها السياحية العقارية وللناس المهتمين بالاستثمار في الداخل التركي. صار في لغط كثير بخصوص تجديد الإقامة الاثنين الفات، ومن الأسبوع الماضي يوم الاثنين بالتحديد نزل الخبر الأكيد من مديرية الهجرة العامة التركية، وأنا راح أقرأ لكم جزء من البيان والباقي راح نحطه لكم إن شاء الله بالوصف. راح أقرأ لكم جزء من البيان الصادر مديرية الهجرة العامة، والبيان الكامل إن شاء الله راح نتركه لكم بالوصف. مكتوب: حسمت مديرية الهجرة العامة التركية اليوم الاثنين الفات طبعا الجدل الواسع حول موضوع تجديد الإقامة السياحية والشروط الواجب توافرها ابتداء من مطلع عام 2020، وأصدرت إدارة الهجرة على موقع الإلكتروني الرسمي بيانا جاء فيه إن الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصير الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة. طبعا هم كاتبين رغم الفقرة ورغم القانون وهذا كل أشياء احنا راح ندرجها لكم، لكن شو يقولون باختصار؟ فإنه في حال عدم توفر الأسباب المبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية فاعتبارا من تاريخ 2020/1/1، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحا. شو معناتها الخبر؟ يعني مثلا إذا أنت عندك أصلا إقامة سياحية إذا حبيت تجددها مثلا في 2020 فلن يكون هذا الأمر متاحا لك، إلا في بعض من الشروط هم دارجينها في الخبر. مثلا الأشخاص القادمين لغرض البحث العلمي من لديه ممتلكات غير منقولة، مثلا الطلاب المقيمون لأغراض علاجية وغيرها. فإذا أنت عندك إقامة سياحية وتبي تجددها بنفس الغرض اللي هو السياحة فما راح يجددونها إلا إذا عندك أمور ثانية متعلقة فيها. هذا كان جزء من الخبر. إحنا إن شاء الله راح نكون على تواصل دائما معكم وننزلكم أخبار الداخل التركي أول بأول، يعطيكم العافية. طبعا الحين الشباب شاردين من التصوير ما يحبون حد يصورهم، فإحنا راح نفاجئهم وراح ندخل على قسم العقاري. تفضل معي، راح نسألهم بآرائهم خاصة خصوصا بموضوع اللي تكلمنا عنه، إنه شو رأيكم بالخبر اللي طلع عن تجديد. السلام عليكم. طبعا هني وأنا أخونا محمد مسؤول في المكتب العقاري. تفضل اخوي محمد، احنا طبعا فاجأناكم كذي فجأة. اي نعم. فنبغي نسألكم شو رايكم بالخبر اللي نازل عن تجديد الإقامة، شو تنصحون الناس اللي يبغون يجون ويستثمرون هنا؟ والله الخبر طبعا انه ألغوا الإقامات السياحية وما بيجددوها. نعم. يعني احنا والله نقول لهم استثمروا اذا في مجال تعملوا استثمارات. تركيا صراحة بلد واعد، يعني ان شاء الله في المستقبل القريب في امور كثيرة راح تتحسن، ودائما احنا ننصح بالاستثمار في تركيا. شو نوع الاستثمار مثلا اللي تنصحونه، وخصوصا اللي يبون يسوون إقايم سياحية في تركيا؟ يعني بالنسبة للأقايم أفضل طريقة أنهم يتملكوا شقق، يعني ممكن يتملكوا شقق بأسعار رمزية جدا في مناطق معينة يخلوها الإيجار مثلا، وفي نفس اللحظة يستفيدوا من قانون الإقامة العقارية. عادي يصير من غير أي مشاكل؟ نعم من غير أي مشاكل. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك محمد. هنشوف الشباب هني بعد شو عندهم شو قاعد يسوون. شو رأيك عن مدة الإقامة العقارية؟ أعطينا يعني خلفية عنها ومعلومات. مدة الإقامة العقارية تكون سنتين. تتجدد خلال كل سنتين. كل سنتين تتجدد؟ اي نعم. عادي ما في أي مشكلة؟ لا ما في أي مشكلة، ويجددوها كل سنتين. تمام، يعني الأمور بسيطة جدا. تمام، يعطيك العافية ما تقصر. معليش طولنا عليكم، لكن حبينا ننوه على نقطة معينة أن هي أفضل بديل للإقامة السياحية هي الإقامة العقارية. طبعا إن شاء الله إذا خذيتوا عقار استثمرتوا عقار حقك أنت زوجتك وعيالك اللي تحت 18 سنة تقدرون تسوون إقامة عقارية سهلة جدا، موضوع سهل لمدة سنتين، وبعد ما تخلص سنتين في حال العقار لازال في اسمك تقدر تجدده بكل أريحية. طبعا إحنا نوفر هالشيء، نوفر عقارات ابتداء من 20,000 دولار أمريكي، والأسعار إن شاء الله بعد راح ندرجها لكم بالوصف. والموضوع بإذن الله سهل، وإحنا موجودين لاستشاراتكم ونصائحكم، وأي شيء محتاجينه بإذن الله ما راح نقصر معكم. كان معكم ميلاد من شركة بروج العقارية، يعطيكم العافية.